بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عمار، محاضر في مجال هندسة البرمجيات وعلوم الحاسب ومجال السي ان سي. هنتكلم دلوقتي عن كيفية تثبيت او عمل انستول لبرنامج ارتكام 2018، اوتوديسك ارتكام 2018. طبعا بنشوف سورس البرنامج فين. احنا عندنا السورس هنا في كل ما يخص الارتكام، السورس اهو اوتوديسك ارتكام 2018. اللي بيسمع الفيديو ده طبعا لازم يحصل على البرنامج من على الانترنت، تمام؟ ممكن نرفعه ان شاء الله ونبعت بعد كده الروابط للي يحتاجه. اوتوديسك ارتكام 2018، بفتح المجلد ده فبلاقي عندي زي ما احنا شايفين ده البرنامج ارتكام 2018 نسخه البريميوم، وده الكراك اللي هو في الاخر هيحول لي البرنامج لنسخه اصليه. يبقى انا هسطب البرنامج من هنا، هثبت البرنامج من المجلد ده، وبعد كده هعمل الكراك او الاكتيفيشن اللي هو بيحول البرنامج لنسخه فعاله مدى الحياه. بنفتح طبعا المجلد ده بتاع البرنامج، هتلاقي عندك ملفات كتيره كده. في عندك ملف اسمه اوتوديسك ارتكام بريميوم سيت اب، هو ده او اسمه سيت اب زي ما تلاقي عندك. المهم ده ملف الانستول بتاع الارتكام، هتثبته، تمام؟ بياخد له حوالي 5 دقائق 10 دقائق على حسب امكانيات الكمبيوتر. وبعد كده بتثبت الملف الثاني ده اللي هو خاص بالمكتبه بتاعت الريليف، جميل؟ ده لو ما ثبتوش مش مشكله، البرنامج بيشتغل عادي، بس انت بتثبته عشان بينزل لك الملفات المجانيه بتاعه ال 3 دي اللي بتنزل مع برنامج الارتكام، جميل؟ طيب هنضغط على اوتوديسك ارتكام 2018 سيت اب، اقول له يس. تمام. طبعا هنا هو بدا يعمل انستول. دي الواجهه الجديده اللي حطيتها اوتوديسك، تمام، لتثبيت برنامج ارتكام 2018، جميل. قال لي اهو اوتوديسك ارتكام 2018. هقول له طبعا ما بلعبش في اللغه، ما فيش حاجه هو الانجليزي ده المناسب لينا. هنقول له انستول، هنقول له ايه يا شباب انستول، هيبدا يحلل الدنيا كده. هو عارف طبعا من خلال اعدادات الكمبيوتر انك انت في مصر او في العراق او في السعوديه او في اي حته، فحط لك اسم الدوله، لو عاوز تغيره مش هيحصل مشاكل. بتقول له موافق على الكلام ده، تمام كده؟ الكلام اللي هو مديهولك ده طبعا بتقول له موافق عليه، اي اكسبت، انا موافق على الدنيا دي، وبتقول له نيكست، جميل. نيجي بقى للشاشه دي. طبعا في مشاكل كتير بتحصل مع الناس وهي بتثبت، والمشاكل بتظهر في الشاشه اللي قدامنا، جميل. المشاكل بتظهر اغلبها بيظهر من هنا. طيب ايه اشهر المشاكل؟ اشهر المشاكل طبعا هو انت عشان تثبت برنامج ارتكام 2018 بتحتاج ويندوز 7، بتحتاج ويندوز 8 او ويندوز 10، يعني ويندوز 7 او 8.1 او ويندوز 10. لو انت بتثبت على ويندوز 7 او ويندوز 8 احيانا بيكون في بعض التحديثات مش نازله، والتحديثات دي مهمه جدا عشان البرنامج يشتغل، فانت لازم تنزل التحديثات، والا لو انت ما نزلتهاش هتكمل انستول ولكن ممكن البرنامج ما يشتغلش معاك. بعرف منين؟ بص يا سيدي، اول حاجه بتلاقي براوز دي شغاله اهي، يعني تقدر تغير المكان وبتلاقي باك شغاله وانستول شغاله، وبتلاقي في هنا علامه صح تقدر تشيلها وتحطها. طول ما الدنيا دي تمام، ولو دوست هنا كده بتلاقي بيقول لك هنشيل شورت كات على سطح المكتب. طول ما الدنيا دي واضحه قدامك كده يبقى كده البرنامج هينزل زي الفل. الدنيا دي مش قدامك كده يبقى البرنامج مش هينزل، ما تحاولش. هتحاول مش هينزل مظبوط. محتاج ايه؟ محتاج تعمل بعض التحديثات على جهاز الكمبيوتر بتاعك، على الويندوز. التحديثات دي بيلمها وبيجمعها انك انت تحدث برنامج الانترنت اكسبلورر. عارفين برنامج انترنت اكسبلورر؟ مظبوط؟ اللي هو البرنامج ده. لو احنا فتحنا البرنامج ده وجبنا قائمة هيلب، لو القائمة مش ظاهرة عندك دوس الت، دوس الت فهتظهر. اهي لو القائمة مش ظاهرة كده اهي، دوس الت بتظهر القائمة، بتدوس على هيلب، وبعدين اهو بيقول لك ايه انترنت اكسبلورر كام؟ 11. وتقدر تجيب اباوت وتشوف اهو فيرجن كام انترنت اكسبلورر؟ 11، جميل؟ خلاص زي الفل. يبقى انا كده البرنامج متحدث عندي، لقيته عندك 8 او 9 يبقى انت في عندك مشكله، لازم تحدث الانترنت اكسبلورر. فاحنا
خلاص الانترنت اكسبلورر متحدث فالدنيا مظبوطه. طب لو مش متحدث عندي، بتعمل داونلود لبرنامج انترنت اكسبلورر من على الانترنت وتثبته، ولو انت النت عندك مقفول لازم يكون مفتوح عشان تعمل تحديث. خلي بالك احنا بنفتح الانترنت اكسبلورر، بنفتح الانترنت شبكه الانترنت الواي فاي، بنفتحه لو هنعمل تحديث للانترنت اكسبلورر عشان البرنامج يتثبت. لكن بعد ما بخلص تحديث بقفل تاني مين؟ بقفل تاني الانترنت عشان اعرف بعد كده اكمل تثبيت البرنامج ووضع الكراك. احنا حتى هنا في الداتا بندي لحضراتكم اهو برنامج الانترنت اكسبلورر في البرامج الخدميه اهو، انترنت اكسبلورر. خلاص يا شباب، يبقى دي اول واشهر واكبر مشكله، ان الناس اللي بتثبت البرنامج على ارتكاي على ويندوز 7 او ويندوز 8. تمام، هو ويندوز 10 شغال كويس، لكن ويندوز 7 ويندوز 8 بيعمل مشكله ومحتاج تحديثات، فالتحديثات دي بيلمها وبيجمعها برنامج انترنت اكسبلورر. لو ثبتته هتلاقي الدنيا تمام معاك وزي الفل. طيب احيانا بتوصل للمرحله دي او قبلها وبيجيب لك رساله صغيره كده بيقول لك مش قادر ابدا تثبيت. وارد يكون عشان حضرتك بتثبت من مسار في لغه عربيه، فاللي اول لو حد ظهرت له مشكله ومسار البرنامج زي كده في لغه عربيه، تمام، ينقل البرنامج في مكان انجليزي او يغير اسم المجلدات الانجليزي او يحط البرنامج على سطح المكتب الفولدر كله من بره كده. ها تمام، عشان لو انت عندك مشكله في اللغه العربيه هي طبعا بتتظبط منين؟ بتتظبط من كنترول بانل، بتتظبط من كنترول بانل من اعدادات اللغه، لكن طبعا احنا مش هنقعد نظبطها دلوقتي. خلاص، لا اما تظبط السيستم لوكال وتخليه عربيك، لا اما تنقل المجلد في مكان انجليزي. خلاص، ده بالنسبه للرساله الصغيره، بتكون رساله مربعه كده بيقول لك مش قادر ابدا في عمليه التثبيت. طيب ايه الرسائل التانية بتطلع؟ في رسالة مثلا زي دي بتطلع احيانا، شايف الرسالة دي بتقول ايه؟ بتقول لك operating system unsupported، نظام التشغيل بتاعك ده مش مناسب. يبقى لما انت بتثبت على نظام تشغيل ما هوش ويندوز 7 ولا 8 ولا 10، ما ينفعش اصلا، او حضرتك بتثبت على برنامج على ويندوز مش 64. ما احنا من الشروط الاساسية انك انت تثبت على ايه؟ على نسخة 64 بت. هو حتى بيقول لك بص ايه، من فضلك اقرأ وراجع امكانيات الكمبيوتر او امكانيات السيستم بتاعتك. طب اراجعها منين؟ عشان اعرف النسخة بتاعت 64 ولا لا، وعشان اعرف امكانيات الكمبيوتر متوافقة ولا لا، براجعها من كليك يمين على ماي كمبيوتر واقول له بروبرتيز. تمام؟ اهو بص يا سيدي، أول حاجة نسخة النظام، لا إما 7 لا إما 8.1 لا إما 10. زي الفل، هنا تمام مظبوطة. نحاول نكبر شوية عشان الناس تشوف. طب هنا بيقول لي البروسيسور بتاعك انتل كور اي 7 والرامات بتاعتك 8 جيجا والسيستم بتاعك 64. ايوه، ويندوز 8 كور اي 7 رامات 8 جيجا، السيستم 64. لو السيستم 32 ما ينفعش، حضرتك غير النظام ودي سهله، غير ايه؟ نسخه الويندوز وخليها 64، ولو هي مش ويندوز 8 ولا 7 ولا 10 خليها واحده من الثلاثه. طيب لو انا جهازي اصلا مش 64 ككمبيوتر مش هينفع، حضرتك لازم تغير الكمبيوتر. ايه الامكانيات تاني المطلوبه؟ الامكانيات المطلوبه حضرتك ان يكون الجهاز بتاعك اي 7 او اقل حاجه اي 5. تمام، عشان الدنيا تشتغل معاك، ولو اي 3 بيمشي، بس ممكن تلاقي قدام شويه الدنيا بتتقل معاك في ال 3 دي. طيب الرامات بتاعتي مناسب 8 وافضل تكون 16، ولكن لو 4 جيجا بتمشي برضه. بس خد بالك لو انت عندك الرامات اقل من 4 جيجا البرنامج مش هيتثبت غالبا، لو هي 2 جيجا البرنامج مش هيرضى يتثبت، هيقول لك لا. جميل، فيفضل لو انت عاوز الحد الادنى عشان اقول لك الخلاصه، يبقى ويندوز اي 5 كور اي 5 او ما يوافقه في الاي ام دي، ورامات 4 وكارت الفيجا 1 جيجا خارجي. كارت الفيجا 1 جيجا خارجي، بعرف كارت الفيجا منين؟ طبعا بعرفه كليك يمين على الديسك توب واجيب سكرين ريزوليوشن واجيب ادفانسد سيتنجز. تمام، اتفضل. ممكن خليه اتفضل معايا يا شباب.
فاحنا زي ما هنشوف كده، احنا ضغطنا على ادفانسد سيتنجز وجبنا دي امكانيات الكمبيوتر بتاعك، ده امكانيات كارت الفيجا، بتلاقي فيه هنا رقم، الرقم ده لازم يكون كبير، لو صغير كده يبقى لا اما ده هو فعلا امكانيات الكارت عندك، لا اما انت محتاج تعرف كارت الفيجا بشكل كويس. وعليكم السلام. فانت زي ما قلت لك تشوف اهم حاجه الديديكيتد فيديو ميموري اللي هو يفضل يكون اكتر من 1000 يعني. طيب نقفل ده، نقفل برضو التكبير ده. انا كان نفسي اسجل الفيديو ده واحاول اجيب المشاكل كلها نجمعها مع بعض، لكن طبعا هو هنا السيستم اتظبط، فاحنا حاولنا بس نعرج عليها ونتكلم عليها كده من بعيد لبعيد. زي ما قلت لحضرتك في برضو هورس، تعالى كده نشوف دي امكانيات كمبيوتر اهي. بص الكمبيوتر ده ويندوز ايه 7 يعني شغال، سيرفيس باك 1 ماشي، بروسيسور اي 3 رامات 4 يعني الى حد ما شغال، يعني بروسيسور اي 3 هيسطب، رامات 4 هيسطب، ويندوز 7 هيسطب، لكن ايه هنا اللي ما يخليش البرنامج يتثبت؟ نسخه 32 دي كانت مشكله عند حد خدنا منها صوره. تمام، في مشاكل طبعا كتير بتظهر يا شباب، حاولوا ان شاء الله تتعاملوا مع الموضوع، وهنحاول ان شاء الله لو ممكن في فيديو اخر نحاول نتكلم عن المشاكل بالتفصيل كلها. اوكي خلاص انا وصلت هنا، الدنيا تمام زي ما قلت لحضرتك، طالما الشاشه دي ظاهره قدامك كده علامه الصح دي بتتشال وتتحط، وده والسهم ده شغال كده، يبقى انت الدنيا عندك ان شاء الله تمام ومظبوطه، تقدر تدوس انستول وتثبت على طول. النقطه اللي بعدها بقى، بص على العناصر هنا، هو هنا بيقول لك كم عنصر؟ 14، هم 15 عنصر في الطبيعي، لو جاب لك ان هو بيقول لك انا بثبت 15 عنصر تمام يبقى الدنيا مظبوطه، بثبت 14 مظبوطه، 13 مظبوطه، الشاهد ايه؟ ان هو هنا بيثبت، هو بيقول لك انا اهو في الثامن من 14 عنصر، هم في الاصل 15، طب ليه مش 15 هنا؟ وارد يكون السيستم هنا بتاع الكمبيوتر عليه واحد منهم او تحديث منهم فهو مش محتاجه. جميل؟ لكن لما اقول لك انا بثبت كل اللي عندك 8 او 9 هنا بدل 14 غالبا كده ممكن يكون عندك مشكله. خلاص؟ يعني في الاغلب لو انت بتثبت وجاي قال لك خد ستول وثبت وزي الفل زي كده، بس جايب لك هنا عدد عناصر قليل، يبقى انت كده عندك مشكله في السيستم، هتحتاج تعمل ابديت عشان تبدا تثبت تاني عشان تنزل العناصر الباقيه، ولما تيجي تنزل العناصر الباقيه برضه مش هيجيب لك 15 ولا 14، هيقول لك برضه 8 9 7 على حسب اللي فاضل، ما انت ثبت جزء وكان فيه مشكله. كان في مشكلة في السيستم، ففضل جزء تاني بقى هيتثبت على الوضع المظبوط. تمام يا شباب؟ ده كده بالنسبة لبرنامج ارتكام 2018. في ارتكام 2017 كانت واجهة التثبيت مختلفة سنة بسيطة، لكن هي الفكرة هثبت واعمل كراك بعد كده. فكان 2017 بينزل، يعني لو أنا عندي البنية البلاتفورم أو السيستم بتاع الكمبيوتر مش مناسب وفي مشكله، 2017 كان بينزل، بس تيجي تفتحه يجيب لك سكريبتات وتساين خطا بتاع 2017. 2018 لا، 2018 لازم الدنيا تكون متظبطه، والا هينزل ناقص ومش هتلاقي البرنامج نزل عندك. خد بالك هنا بيقول لك ايه؟ جاب لك الشاشه دي كده، معنى الكلام ده ان الشاشه دي بتقول لك الدنيا نزلت مظبوطه اهو، نزلت اوتوداسك ارتكام 2018 ونزلت الابلكيشن الخاص بالشركه، ملناش دعوه بيه. طب لو انا شغال غلط، يعني لو واحد بيثبت وفاكر انه شغال صح، هيلاقي ايه هنا؟ هيلاقي دي مش موجوده دلوقتي، هيلاقي بيقول له انا نزلت لك الديسك توب ابلكيشن، وهيلاقي هنا على سطح المكتب ده اللي نزل، شايف ده؟ وهيفكر ان ده الارتكام، وهيجي يفتحه مش هيقول له ده ابلكيشن، ده بيدخلك على موقع الشركه وخدمات الشركه، مالناش دعوه بيه، انا يهمني مين؟ يهمني الاخ ده اللي ينزل اهو، تو ديسك ارتكام بريمم 2018. فانت لو الدنيا ناقص عندك وعندك مشاكل هتلاقي ده مش نازل عندك، هتلاقي ده بس اللي نازل، ساعتها زي ما قلنا ارجع ظبط المشاكل بتاعتك، ظبط النسخه، حط التحديث بتاع الويندوز عموما او على الاقل التحديث بتاع انترنت اكسبلورر. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لانش، يعني شغل البرنامج دلوقتي، لو قفلت مفيش مشكله هتشغل البرنامج من هنا. طب لو قلت له لانش البرنامج هيبدا يشتغل. البرنامج هيبدا يشتغل. في اللحظه بقى دي خليك معايا، اول حاجه تاكد انك انت قافل الانترنت والواي فاي اوف زي الفل، وتاكد انك انت قافل الانتي فايروس، لو عندك انتي فايروس زي كده كليك يمين عليه وقول له اقفل، اقفل لحد مثلا ما اعمل ريستارت او لمده معينه،
المهم اقفل الانتي فايروس بتاعك ايا كان نوعه، اكزت على انتي فايروس او وقف ديسيبل البروتكشن، او المهم توقف الانتي فايروس لحد ما تخلص. طب هعمل ايه هنا؟ هقول له انتر سيريال نمبر، انتر سيريال نمبر اهو، واقول له موافق على الكلام ده. ايه انتر سيريال نمبر؟ يعني انا هدخل السيريال نمبر اللي انا جايبه مع النسخه. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هتعمل اكتيفيت ولا هتشغل تجريبي. طبعا هو مش بيديك فرصه تشغل تجريبي خالص، لازم تعمل اكتيفيشن للبرنامج. انا ما بتجربش، انت لازم تشتري البرنامج وتشغل، ولازم علامه صح تيجي هنا في الاخر، فهتقول له اكتيفيت. بيقول لك بقى دخل السيريال نمبر. ركز معايا عشان تبقى فاهم القصه مش حافظ بس. انت النهارده لو رحت تشتري نسخه من اوتوديسك بيروح يعمل ايه؟ بيروح يديك مع النسخه دي تمام دونجل، فلاشه كده بتركبها في الكمبيوتر، وبيديك سيريال. مش الدونجل مش كفايه، ده دلوقتي بيديك سيريال. بتقوم لما بتثبت البرنامج تعمل له انستول، بتروح تحط السيريال ده وانت معاهم على الانترنت، يروحوا شايفينك، يروحوا مدين لك رقم من عندهم، يقولوا لك دخله. يعني انت بتحط السيريال فبيطلع رقم، بيقول لك مله لنا عشان يتاكد انك انت فعلا معاه والنسخه بتثبت على برنامج وعلى جهاز واحد. شفت ازاي؟ الموضوع معقد جدا. نفس اللي هتعمله ده هنعمله دلوقتي حالا، بس مش هنتصل بيهم، احنا عندنا كل حاجه على الكمبيوتر. اول حاجه حط اي سيريال من السرايل بتاعتهم. في سيريالز كتير جدا تبع اوتوديسك، تمام؟ في مثلا 3 ستات 6 9 6 9 6 9 6 9 اربع مرات 6 9، وفي واحد اللي هو زيرو وتكمل الباقي كله ستات. انا شايف ده اسهل خلاص. اه بس انت حطيت زيرو وبعدين كملت الخانات كلها ستات للاخر، مش مهم كامل، ممكن تفضل تدوس لحد ما يوقف خلاص، وتقول له نيكست. قال لك برافو السيريال بتاعك زي الفل. هتتصل بقى هتعمل اكتيفيشن دلوقتي ولا هتعمل حاجه اسمها ريكويست اوف لاين؟ يعني مش محتاج تتصل بالنت، هي الفكره هنا. هقول له انا مش محتاج اتصل بالنت، هعمله اوف لاين، واقول له نيكست. تمام زي الفل. قال لي بص، شايف السيريال اللي انت دخلته؟ بناء عليه اداك الرقم ده، ادالك الايه؟ الرقم ده. جميل. فانت هتدخل الرقم ده في مكان هيطلع لك الايه؟ السيريال بتاع الكراي بتاع الاكتيفيشن، هيطلع لك السيريال بتاع الاكتيفيشن. لكن هو دلوقتي وقف، يعني بص كده المفروض يبقى في مكان هنا دخل فيه السيريال. يعني انا لو خدت ده كوبي، مفيش كليك يمين، كنترول سي، كنترول سي، ورحت على فين البرنامج؟ احنا قلنا البرنامج اهو، قلنا ثبتنا من هنا وهنعمل الكراك من هنا. فك الكراك لانك هتلاقيه مضغوط، كليك يمين اكستراكت هير، فك يس ماشي، فكيت الكراك. وبعدين هبدا بقى جميل هاخد السيريال ده اللي هو اداهولي الريكوست كود، ادخله جوه الكراك، هيقوم يديني رقم تاني هدخله هنا. الاول هدخله هنا فين؟ تمام. لازم اللي انت عملته ده تعمله مرتين. يعني انت النهارده وصلت لهنا، لازم تعمل باك وترجع تاني تيجي، او تعمل كلوز راح مرجعك للشاشه دي تاني. فاكرها؟ هروح عامل اكتيفيت تاني عادي خالص، واروح مدخل الزيرو ثلاث ستات تاني او كذا سته، يعني نكمل نيكست. شفت المره دي قال لك السيريال اللي انت دخلته اهو واداك الرقم مظبوط، لكن المره دي قايل لك انا عندي ايه؟ اكتيفيشن كود. الخانه بقى دي هي اللي هتحط فيها السيريال اللي هتجيبه من الكراك. يبقى انت هتاخد ده هتعلم عليه اهو، وتروح قايل له كنترول سي كابي، يعني كنترول سي تمام، او كاترل سي اللي هو ناحيه الشمال في الكيبورد او اليمين. طب خدت ده كابي زي الفل، وبعدين هروح للكراك احطه جواه. خد بالك ما تفتحش الكراك اتنين كليك، لو انت فتحت الكراك كده فتح معاك، وهتحط الكلام اللي انت جبته هنا بيست اهو، وهتيجي تقول له باتش هيقول لك لا انت مش ادمن، ما عندكش الصلاحيات اللي تعمل كده. عشان في ناس كتير بتيجي عند الخطوه دي وتنسى، امال اعمل ايه؟ ما افتحوش اتنين كليك، كليك يمين على الكراك واقول له ران از ادمنستريتور. دي اهم نقطه، معظم الناس بتمشي مع الخطوات كلها مظبوط ويجي عند الخطوه البسيطه دي وينسى يعمل كليك يمين. لازم كليك يمين واقول له شغل كمسؤول. قال لي متاكد انك عاوز تعمل كده؟ قلت له اه زي الفل. كده بقى الصلاحيات بتاعتك، طبعا تملك كل الصلاحيات على الكمبيوتر وتقدر تعمل اللي انت عاوزه. هتقول له ايه؟ هتعلم هنا على الكلام ده زي ما قلنا، تمسحه
انا بقول تمسحه ليه؟ عشان في ناس بتعمل بيست ويبقى مش ماسح الكلام كله، يبقى ماسح حته منه كده اهو، ففي كلام غلط موجود. لا يا باشا، لازم تمسح، تاكد انك انت منظف الشاشه دي، وبعدين الكراك اللي انت جبته من هنا ده، السيريال الريكوست كود ده، هتحطه هنا بيست اهو، وبعدين تقول له باتش. قال لك سكسسفولي باتشد، الف مبروك. يبقى الخطوات كانت عامله ازاي؟ ان انا دخلت السيريال هنا 03 06، وبعدين كملت، وبعدين ما فتحش الخانات دي، رحت رجعت عملت تاني من الاول، بس كده. تاني مره بيروح فتح لي الخانات دي، بقول له اي هاف ان اكتيفيشن كود اهو. قال لي بقى هات الاكتيفيشن كود، بروح واخد الكلام ده كابي وبحطه هنا بيست. بعد ما بكون فتحت ده، كليك يمين، ران از ادمنستريتور، جميل. ولو مش موجود بفك ضغط ده، عشان الانتي فايروس طبعا بيمسح ده. طب زي الفل، حطيت الكود هنا، وبعدين بروح قايل له باتش الاول، راح عامل باتش، وبعدين بقول له جنريت، بيروح مطلع لي الرقم. باخد الرقم ده اتنين كليك عليه كده، علمت عليه اتنين كليك، اخده كوبي او كنترول سي كوبي، ويروح جاي هنا بيست. هل الكود ده مظبوط؟ اه مظبوط. لما تلاقي الخانه الاخيره فاضيه الخانه اللي قبلها فيها زد، يبقى الكود ده مظبوط. طب لو انا ما لقيتوش كده، بروح عامل كلير، بروح جايب واحد تاني. بجيب واحد تاني ازاي؟ بقول له جنريت، كل جنريت بتطلع لك واحد. اتنين كليك، كنترول سي، وتيجي هنا كنترول في كده، الدنيا تمام. عشان لو جه واحد مختلف مش هينفع. خلاص ده دوره انتهى، كويت، وتقول له نيكست عادي، مش مهم انت لو ما قفلتش التاني عادي برضه، نيكست. جات لك علامه صح هنا، الف مبروك عليك، البرنامج بقى اكتف وبقى مظبوط وبقى 100 100. تقول له فينش. وتقول له اوكي، فتح البرنامج قدامك، هات البرنامج. طبعا لو عاوز بقى تتعامل مع البرنامج، عندكم سلسله الفيديوهات ان شاء الله، اللي حابب يتعامل مع برنامج ارتكام اوتوديسك ارتكام 2018، هندوس نيو موديل. بس لو انا عاوز افتح موديول جديد، طبعا لاحظ ان هو بيجيب لك السنتر، العلامه بتاعت البوزيشن بتكون في السنتر، عشان لو الماكينه عندك دايما بتبدا من بوتوم ليفت، من تحت شمال، تحط العلامه هنا، تحط ابعاد الموديول بتاعك، وتقول له اوكي، وتظبط الريزوليوشن. لو كان 3 دي بتعليه، لو كان 2 دي بتسيبه في التلت الاولاني، وتبدا طبعا تتعامل مع البرنامج ومع واجهه البرنامج الجديد. برنامج لذيذ، سهل العمليه جدا في التعامل مع برنامج الارتكام، سواء التصميم او البرمجه، تصميم 2 دي او 3 دي، عالج مشاكل كثيره جدا في الخطوط، بقى اسهل من برنامج الكورل والاوتوكاد في موضوع الرسم 2 دي، وبالنسبه للرسم 3 دي عليه سهل جدا عن برامج كتير معقده وكبيره زي 3 دي ماكس والمايا والسيم 4 دي والراينو. هو برنامج بسيط ولذيذ وبيوصلك للحاجه بسرعه، تمام. لكن طبعا هو له سقف، يعني مش هتلاقي ان هو بيعمل لك كل اللي بتعمله البرامج المتقدمه، لكن كشغل قيمه هو بيدي لك اللي بتحتاجه بشكل سهل وبسيط، وبيقضي الغرض بشكل مناسب. اللي كنت عاوز اقوله ان المكتبه ما تثبتتش، لو دوسنا هنا كده على النجمه دي، شايفين الملفات دي؟ دي الملفات الهديه اللي بتنزل مع برنامج الارتكام. طب ما هي نازله اهي، واحنا مش عملناش انستول للمكتبه، عشان انا متثبت عندي اصدارات سابقه. انا متثبت عندي ارتكام 2012 2008 2011 2017 اي حاجه. الله، يعني هي المكتبه مش خاصه ب 2018 بس، لا، هي اي حاجه بتنزل من المكتبات طالما انت مثبت اكتر من اصدار، كله بيصب على بعضه، كله بيتحط في مجلد واحد، والمجلد الواحد ده كله بيجي برضه جوه البرنامج من مكان واحد. فانت لو فتحت حتى ارتكام 2011 هتلاقي جوه الملفات دي 2012، حتى لو الملفات مختلفه، عشان كده هتلاقي الوان كل لون خاص باصدار معين مثلا، تمام. لكن الاضافات كلها بتضاف على كل اصدارات الارتكام طالما انت مثبتها. اقفل برنامج الارتكام، لو عاوز تثبت المكتبه بترجع تاني في المجلد اللي ثبتنا منه الارتكام اهو، هنثبت المكتبه من هنا، ريليف كليب ارت لايبراري بتاعت 2018 هنثبتها. ما بتاخدش ثواني يا شباب، موضوع بسيط جدا. يس، في رساله الويندوز دي، طبعا رساله الويندوز دي مش بتظهر في التسجيل، لكن انت عرفت ان احنا ضغطنا يس. طبعا هقول له نكست، موافق، تمام، هتبدا تنزل عندي المكتبه.
فينش. طبعا لو انت فتحت البرنامج بتقفله وتفتحه من جديد عشان تبدأ تظهر عندك التغييرات. فاضل موضوع التولز، التول داتابيس هنقولها عشان خاطر الناس اللي بتحصل عندها المشكلة دي. طبعا لو لاحظت اول ما فتحت الدنيا اختلفت، مظبوط يا شباب؟ ليه؟ التحديث بتاع 2018 اتحط، فالدنيا زي ما شفت اختلفت. جميل. طيب استاذ علاء كان بيسال، والموضوع ده لاحظته مع ناس كتير مع بعض الاجهزه، في اجهزه بيثبت لما بتثبت البرنامج ما بينزلش معاه البنط. ممكن يكون النسخه ناقصه موضوع التولز او البنط او كده، او يكون نسخه الويندوز هي اللي فيها المشكله. المهم احنا لو دخلنا على التول باث اهو، ودوسنا هنا على تول داتابيس، ماشي، بيقول لي مش قادر افتح الايه الداتابيس، جاب لي رساله خطا. وبعدين لما فتح ما لقاش هنا بنط، صح كده؟ ما فيش عندي بنط. الله. طب وبعدين بص يا سيدي هتعمل ايه؟ اقفل البرنامج. شكرا، كويس ان احنا اتطرقنا لحاجه زي كده. تقدر تجيب البنط من اي اصدار اخر، او اي حد عنده ملف بنط تقدر تاخده منه. احنا حتى ممكن بقى لو كده نرفقه مع النسخه ان شاء الله. جميل. طيب ممكن نشوف بيتحط فين اثناء التثبيت ونحطه برده ان شاء الله للنسخه. ولكن دلوقتي انت عاوز تجيب ملفات البنط علشان تضيفها للبرنامج بتاعك. لو انت دخلت على ارتكام فايلز بيجي منين ارتكام فايلز ده؟ مجرد حضرتك ما بتثبت اصلا نسخه الارتكام، تمام، بينزل معاك المجلد ده. في ايه المجلد ده؟ في كل ما يخص البرنامج لجميع الاصدارات، تمام، في كل ما يخص البرنامج. زي مثلا الريليف اللي احنا شفناه، المكتبه الثري دي، زي التوتوريالز لو انت مثلا بتدور على فيديوهات تعليميه اهي خاصه بالبرنامج، نازله مع البرنامج في التوتوريالز. طيب احنا عاوزين ايه دلوقتي؟ عاوزين التول باث. المفروض التول باث تبقى شغاله عندنا، تمام. انت عموما اللي هتعمله ايه؟ انك انت هتروح لحد عنده النسخه شغاله مظبوطه وتاخد منه الحاجات دي كوبي، اللي هي الثلاثه، خليك في الثلاثه اللي بتبدا بتول باث دي، هتاخدهم كوبي وتيجي في جهازك انت تحطهم في المسار ده. يعني الفكره انك انت هتفتح عنده ارتكام فايلز وتاخد الكلام ده كوبي وتيجي في جهازك انت، تمام، وتحطه ايه؟ وتحطه بيست، تمام، تيجي في جهازك انت وتحطه بيست. طيب لو احنا عندنا المشكله دي دلوقتي هنوقف التسجيل لحظه ونجيب الملفات من جهاز حد تاني. انت عندك استاذ علاء كده هنحط الفلاشه. جميل. ادي الملفات بتاعتنا اللي جبناها من عند حد تاني او من برنامج شغال. كوبي او كات، كوبي يعني نسخ. نروح للاخ ده ونقول له بيست. تمام، نزلت الملفات، احنا جبناها من جهاز متاكدين ان هو شغال. هنقول له هذا البرنامج بتاعنا. وانت لو حد عنده ارتكام 2017 شغال كانت هي عموما هتشتغل على طول. المشكله دي في 2018. ادي التول باث داتابيس اهي شغال عادي خالص. ادي التول باث بتاعتك نزلت عندك اللي انت جبتها من الايه؟ من الاصدار او من جهاز اخر. تمام يا شباب؟ اوكي. طبعا واحنا نقدر برضه نبقى نستورد، انت لو عاوز تحفظ نسخه من التول باث تقدر تحفظها سيف كوبي من هنا، ولو عاوز تستوردها تقدر تستوردها من هنا. دي برضه طريقه لتصدير واستيراد التول باث. انا اكتفي بكده، تمام، جزاكم الله خير. معلش على الاطاله بس احنا تطرقنا طبعا لكل المشاكل اللي بتقابلنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.